معالي الدكتور يعني سريعاً، كيف يمكن أن يعظم دور صندوق مصر السيادي في تنمية المناطق الأثرية؟ شكر حضرتك. طبعا يعني بعد ما قيل، اولا معالي وزيره التخطيط واشكر حضراتكم على الدعوه الكريمه، لكن انا خليني اتكلم، هرد على سؤال حضرتك وانا عارف ان الوقت ضيق جدا، لكن الاول الصندوق حقق نجاحات كبيره جدا، وانا شايف ان من واقع العملي اي مستثمر النهارده حقا، يعني انا لما بشوف ناس بتيجي بتخبط علينا يعني بتقول لنا احنا عايزين نوصل للصندوق، عايزين نعمل استثمارات مع الصندوق، عايزين نشارك الصندوق، وانا الحقيقه يعني لما بيحصل تواصل بشكل مباشر مع المسؤولين في الصندوق بنلاقي ردود الفعل ايجابيه ومرحبه جدا، فده يعني شهاده حق لابد ان احنا نقولها في حق الصندوق، رغم قصر يعني الفترة الزمنية منذ تأسيسه، إلا أنه يعني ساعد في يعني تجديد الثقة في المناخ الاستثماري في مصر. نعم. والكوادر اللي موجودة فيه بصراحة شديدة جدا، متعاونة جدا، متفهمة لمخاوف احتياجات المستثمرين. خليني نتكلم في جزء زي ما حضرتك قلت، لأن مش بس دور الصندوق هو الدور الاستثماري وتحقيق العوائد الاستثمارية، وإنما أيضا جزء من نشاط الصندوق هو ليه مردود تنموي ومردود وطني، وجزء من ثروة مصر وأصولها الحقيقية تتمثل في تراثنا الثقافي وتتمثل في الآثار المصرية، وبالتالي بيبقى المستثمرين كمان خايفين يدخلوا هذا القطاع، بيكمل القطاع السياحي اللي الصندوق دخل فيه بالفعل واشتغل فيه، يعني مثال مجمع التحرير مثلا واحد من الأمثلة ازاي يكون في جزء في المجال او العمل السياحي، وبالتالي يكمل الصورة هنا هي صورة الاستثمار في الثقافة او الاستثمار في مجال الثقافة وصناعة الثقافة اللي هي جزء منها كبير هيكون له عائد تنموي. عندنا مناطق أثرية، عندنا متاحف، عندنا يمكن من أوائل الموضوعات اللي الصندوق يعني أنا تعاملت فيه بشكل مباشر تحت مظلة المجلس الأعلى للآثار، كان المشروع الخاص بمنطقة بن طولون أنا فاكر وباب العزب، واحنا نأمل ان الصندوق هنا يدي ايضا يعني رسالة ثقة للمستثمرين في هذا المجال، لان هذا المجال بيكمل الثروة الأثرية والثقافية اللي مصر بتتمتع بيها، فوجود الصندوق في هذا المجال اكيد يعني هيكون ايضا داعم زيه زي الصناعات الجديدة ومشروعات الطاقة ايضا في هذا المجال، انا اعتقد ان الصندوق عنده مساحة كبيرة في جذب الاستثمارات في هذا القطاع. شكرا معالي الدكتور.